الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار طبعا تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين. امبارح كمان اجتمع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة لاستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي. خلينا نروح نتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة اللي بتتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصد عالمي للسائحين بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية لكونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لاستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي، وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الرؤية المقترحة لكونها تعزز الاستفادة من الأصول الثقافية للدولة من الفنون والتراث والصناعات الإبداعية وغيرها لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام في كل المحافظات بما يسهم في تعزيز الانتماء والهوية لدى الشباب. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال، وتم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد مدبولي دعم مصر الكامل للصومال الشقيق وحرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصومال، مضيفاً أن الفترة المقبلة تحمل خير كبير للصوماليين، وأضاف تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية. كما أكد رئيس الوزراء التزام الدولة المصرية وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق في كافة المجالات. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر، حيث التقى الفريق أحمد خليفة خلال الزيارة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أسفرت عن توافق الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات. حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفارتهم إلى قاعدة برنيس البحرية، استمراراً لمخطط الزيارات اللي بتنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين. تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل منشآت القاعدة، واستمع الوفد إلى عرض تقديمي تضمن مراحل إنشاء القاعدة واستعراض الدور الهام والحيوي اللي بتقوم بيه في تأمين الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية.